يا مرحبا، upcoming airdrop على ريفاوندان. راح نشوف طريقة التسجيل مع بعض. هذه هي airdrop موجودة، يعني راح مؤكد راح يعطونا airdrop بإذن الله. فراح نشوف طريقة التسجيل مع بعض للناس الجدد والناس القديمة على شبكة تستنت جيرلي. اوكي، فيلا بينا على الشرح. قبل البدء لست داعمي للاشتراك، تفعيل زر الجرس، تعال قناة التليجرام تحديثات. للناس الجدد طبعا اللي مش معايا على التليجرام، فلازم تاخذ الوايت ليست. لا، الوايت ليست راح تحط محفظتك وايميلك، راح تستنى 24 ساعة إلى 48 ساعة، وبعدين راح يدخلك للموقع عادي وتسوي الايردروب. للناس القديمة اللي مسوية معايا من 3 إلى 6، واللي واخدة وايت ليست وما عارفة كيف تسوي الايردروب، فركز معاي. كذلك الناس الجديدة تنتظر لي يومين أو يوم، وبعدين تيجي لهذا الفيديو وتكمل الخطوات. راح أبتدي من 0، لأن أوريدي راح تحصل هنا عندك 0 إلى 6. أنا مخلصة 3، فراح أراويكم كيف راح تخلصوا 3، كيف راح تخلصوا 6 كذلك، يعني 6 تاسكات راح نخلصهم بإذن الله. الإيردروب شوية معقد فركزوا معي. أوكي، فعند دخولك ولما تأخذ الوايت ليست والناس اللي عندها كل شيء راح تدخل هنا. أول شيء شو راح تحتاج؟ راح تحتاج جيرلي. طبعا احنا عندنا جيرلي، راح اخلي لك جميع الفوسيتات اللي انا اشتغل عليهم واجمع الجيرلي. تمام، طبعا هذه هي الفوسيتات حق جيرلي، اخلي لك الرابط تحت اسفل الفيديو. كلهم شغالين، تاخذ الجيرلي وتجمع الجيرلي عشان نحتاجه في الفوسيت هذا او في التسنت هذا، طبعا مجاني. راح نشوف الطريقه معايا جيرلي. اول شيء راح تسوي كونكت للمحفظه، راح يبين معك بهذا الشكل. عندنا الباوند. اوكي، طبعا هاي الخاصية ما عاد تشتغل، سووا كونترا جديدة، ولكن إذا تريد تجربها جربها، ولكن ما راح يعطونا عملة هاي العملة. فبخلي لك يوني سواب. أوكي، راح ننتقل إلى يوني سواب بهذا الشكل. أول خطوة راح تكون على الشبكة طبعا الجيرلي، وراح أخلي لك الكونتراكت حق هذا. تمام، ريفون راح أخلي لك إياه في خانة يعني السيرش. هنا راح تحط الكونتراكت، راح يبين معك راح تضيفه. اول شيء راح تحول اي مبلغ معك. انت جمعت 0.5، حول 0.1، جمعت 1 إيتر، حول 0.5. المهم خلي شوية عشان تدفع الرسوم. فصفر فاصلة على سبيل المثال 0.1. اوكي، وراح نسوي لها سواب بهذا الشكل. اول خطوة لازم تسويها، وبعدها راح نعطيك confirmation بهذا الشكل. ننتظر لحظات. اوكي، اعطينا اوكي سواب. تمت العملية. لازم يبين معي الميتاماسك ونرجع للموقع. تاني خطوة عندنا كلمة ستيكين، نضغط عليها. عندنا هنا ستيك ناو. اوكي، راح يبين معك اوريدي الرصيد، راح تسوي الماكس. الرصيد هذا عشان يعطينا عملة اللي اسمها هي هذه. تمام، هي هذه اي فارم. اوكي، اي فارم مش الفارم، اي فارم. تمام، راح اسوي لها ستيك ماكس. انا معي هاي الكمية، راح تعطي 5 سنوات. ستيك ناو، ننتظر لحظات. اوكي، هنا يقولك الصلاحية. الصلاحية نعطي 0.4، بما انه انا عندي 0.3. ابروف، وبعدها راح يفتح معك مرة اخرى ميتا ماسك، وراح تسوي كونفيرم مرة اخرى. تمام، حلوين. راح تنتظر لنص ساعة الى ساعة كذلك، راح تيجي تسوي كليم هنا، يعني راح يبين معك هاي يعني المبلغ، راح تسوي له كليم. هذا راح نحتاجه، تسوي له كليم، راح يبين معك الميتا ماسك. اوكي، راح ندفع الفيز كونفيرم. تمت العملية بنجاح، صار معي 0 الان هنا. تمام، اوكي، الخطوة الثانية نروح هنا على الميتا ماسك، راح نروح على الجيرلي الخاصة بنا فيو ان اكسبلور. ركز معي شو راح اسوي. ننتظر لحظات. هنا في خانة السيرش ادرس راح نبحث على هاي الكونتراكت حق اي فارم. تمام، نضغط هنا ونبحث على الكونتراكت. هذه هي الكونتراكت الخاصة بها، فبهذا الشكل. فراح تبين معك هنا توكن تراك، هذه هي، نضغط بهذا الشكل. اوكي، وبعدها عندنا كلمة كونتراكت، نضغط عليها. عندنا كلمة write contract، كذلك نضغط عليها. عندنا connect to web 3، نضغط عليها. اوكي، راح يبين معك الميتا ماسك. ننتظر لحظات لين يصير معانا بالاخضر. انت راح يعطيك الكونكت للمحفظة.
هنا ننزل تحت بخانة 5 عندنا كليم يوزر فيستين بهذا الشكل. راح نبتدي، أول شي راح نعطي 0، أوكي، نكتب كلمة 0، راح نعطي رايت، أوكي، ننتظر ندفع الفيز، تمام، كونفيرم، أول رايت. ثاني خطوة نكتب رقم 1 إلى 3، 1 2 3 هو رايت، أوكي، يعني أول شي 0، ثاني مرة 1، ثالث مرة 2، وهكذا لين 3، كونفيرم. وبعدها 2، أوكي، بعد ما تخلص 2 تسوي كذلك 3 وكونفيرم، يعني كلهم كونفيرم، يعني الميتاماسك وهاي الأشياء، أوكي، هاي آخر واحدة 3، فكونفيرم. الآن ننتقل إلى الخطوة اللي بعدها. ثاني خطوة راح نروح على اليوني سواب كالعادة، أوكي، نفس الكونتراكت حق الفار، أوكي، نفسها، راح نحول ونسوي لي بول، أوكي، معي الآن 0.1 مرة أخرى، سواب بهذا الشكل كونفيرم، ننتظر لحظات، تمام، بهذا الشكل كونفيرم. فتمت العملية بنجاح. نيجي هنا وعندنا كلمة بول، أوكي، نيو بوزيشن إيتر مقابل طبعا الفارم، راح ندور عليها في السيرش، الكونتراكت آخرها هي 8.8، راح أخليك إياها كذلك بهذا الشكل. ننزل تحت ننتظر أول شيء يعطينا في تير، أوكي، راح تضغط على إيديت، راح نخليها 1%، وننزل تحت. أنا معي هذا هو الرصيد، فنخليها إحنا نبتدي من 0.1، أوكي، ونشوف كم راح يعطيني هنا، خلوها مثلا 20. فركز معي هنا، عندنا في الإيديت راح تخليها 1%، راح تخليها فول رينج هنا، أوكي، راح ننزل، فأنا راح أخليها 0.1، راح تعطيني أبروف بهذا الشكل، تمام، ركز معي. نجي هنا ونسوي 0.1، يعني 3 هنا عندي فارم، خليها 4، next approve. بعدها عندنا preview، نضغط على preview وبعدها add، تمام، ننتظر لحظات، confirm. راح تيجي هنا view on block Explorer، نضغط عليها. فاحنا سوينا اول شيء في الفيرجن 3، اوكي، وهذه هي طبعا الستيلس الخاص بنا، فننتقل كذلك هنا راح يبين عندنا فيرجن 2 بول، نحتاج نسويها هنا، اوكي، تمام. راح نيجي كرييت بير مرة اخرى، وراح نختار كالعادة نحط كونتراكت، هذه هي نحطها بهذا الشكل، أوكي، كالعادة نحط الرقم 0.1 أو نخليها 0.2 عشان أكتر، أبروف، ركز معي فقط، تمام، ننتظر لحظات. هنا معي 6، طب نحط هنا 7 عشان عندي هنا 6.3، فأنت شوف اختار أي مبلغ اللي متواجد عندك في الإيتر، ننتظر لحظات عشان نعطيه السبلاي. والآن راح نضغط على كلمة supply، confirm supply، ننتظر، confirm. تمت العملية بنجاح. الآن نروح على الميتاماسك، راح أخلي لكم كذلك contract حق LP، راح أكتب عليها LP، راح تيجي هنا تشيل هذه، import token، تحط هاي contract address اللي آخرها 6C6، أوكي، بعدها next، وراح يبين معك هذا هو import، تمام. ننتقل الى داشبورد، هنا عندنا كلمة stake now، اوكي، راح نسوي refresh، فراح يبين معك stake now، وهنا البالانس ماكس، راح تسوي stake وننتظر لحظات، اوكي، بهذا الشكل
هنا طبعا راح نسوي كم كان 1.1 أظن، خلي 1.3. next approve. راح يفتح معك مرة أخرى ميتا ماسك، راح تسوي confirm، راح تخلي شوية لين يتجمع معك وراح تسوي clean. أوكي خلي شوية لين يتجمع وسوي clean. فالآن بسوي clean عشان أراويكم فقط بسرعة، أنت خليه مثلا ساعة كده لين يتجمع لك. حلو أوكي، نضغط على clean وبعدها confirm. تمام راح يبين معك بهذا الشكل، خلاص خلصنا المرحلة هذه. المرحلة الثانية راح ننتقل إلى الفوتين. الفوتين أول شيء راح يبين معك إذا أنت محفظتك مربوطة، راح خلاص أوكي، ما مش مربوطة راح تسوي كونكت. تمام يعني يبين معك بهذا الشكل. بعدها لير مور أوكي، راح يفتح معك سناب، راح تسوي كونكت للمحفظة ميتا ماسك وننتظر. تمام next connect. اوكي تكون على وين؟ على الجيرلي، ما في ولا يعني بحق البوتين، راح اسوي جوان اي اجري وننتظر لحظات ساين. اوكي خلاص هذه هي الخطوات اللي حاليا بامكاننا نشتغل عليها. اوكي عندنا هنا الاباوت ادمين، ما في شيء حاليا، بامكاننا نسوي فوت. خلاص انت لما تجمع هنا اكثر في ستيكين عشان يعطونا باور اكبر في الفوت، لما يكون هنا اي شيء بامكاننا نسوي في الفوت. وبعدها راح تنتقل الى اول صفحه اللي خبرتكم عليها، هذه هي اوكي، وراح تسوي تشيك. هي تشيك ياخذ 24 ساعة، ولكن راح نشوف احنا الان اذا راح تسوي تشير بهذا الشكل، تحط الادرس الخاصة بك بالميتا ماسك، نشوف اذا المهام. هنا يقولك ياخذ 24 ساعة لين يتحدث معك، ولكن احنا راح نشوف امامكم شو صار فيه ونسوي انتر. فبياخذ وقت لين يبين، يعني يقولك 24 ساعة فبخليه لين يبين على راحته. وبهذا الشكل نكون خلصنا شرحنا اليوم، نشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة، ومع السلامة.